في مورال طلعتي بيه من كل حاجه عديتي بيها في حياتك، الفصول اللي اتكلمنا عنها، الصراعات والبدايات، عده مورالات. اديني مورال منهم. تاخدي العنوان؟ اديني العنوان بقى اللي فوق. اديني العنوان. خدي الكبير. من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه، ومن كرهنا كرهناه ويحرم عينا اجتماعه. ايه الجرح اللي مش بيلتئم في حياه انتصار؟ الظلم. مين ظلمك؟ والظلم دي تحتيه كذا حاجة، يعني تحتيه التنمر، تحتيه اللامبالاة، تحتيه التحقير، تحتيه إنه حد يتخطاكي، يعني حد كده يخش يسلم كده وبعدين يقوم متخطيك ومسلم على بعدك. كل ده ظلم. الظلم بكل معانيه. ده صعب قوي. إيه اللي يخوف ست جريئة زيك؟ الظلم. برضو؟ الظلم أصله قوي جداً. يعني خوف أقوى 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 حد. الظلم ده تحتيه حاجات كتير قوي، تحتيه كذب، تحتيه خديعة، خيانة، غدر، كل ده ظلم. إمتى اتظلمتي ظلم وجعك قوي مأثر عليكي كده أو مأثر فيكي كده؟ لا أنا ظلمات. قولي لي ظلمايا منهم. لا بس إمتى بقى يقع الظلم ويبقى ظلم وما تنسهوش؟ إمتى؟ لما يقع عليكي وتتقبليه وتنكسري. لكن الظلم لما يقع عليكي وتنتصري للحق وتفضلي ورا الحدث لغاية ما تمحي هذا الظلم عن نفسك أو عن الآخرين أو حتى تعملي أي مبادرة، يعني اللي هو يعني حتى كده، يعني فلفصي حتى إبي من المية حتى بك 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 بكي كده، يبقى انتصار. يبقى انتصار. ساعتها ما يبقى الظلم. فأنا طول الوقت في هذه القضية، من أول شجرة بتتقطع في الشارع، من أول مراصيف مكسور، من أول ما حد بيكسر لي فانوس عربية أو بيطلع يركن فوق الرصيف، لحد الشغل عندي لما بيحصل حاجة عندي أو تحصل ظلم يقع على أولادي أو أنا طول الوقت بنتصل لهذه الفكرة. يعني طول الوقت عايشة دور الحقانية، يعني بس أنا مش ملاك برضو، يعني أكيد، يعني ما تبصليش البصة الحلوة دي. مفيش ملايكة على القلق، بس عجبني عجبني أنا حقانية دي، عجبتني بصة الانبهار دي، يعني عجبتني. إيه اللي يكسف ست جريئة زيك؟ الحب. الشرارة؟ لو لما تبقى من طرف واحد. بصراحة يعني بتكسف جامد. يعني حبيتي من طرف واحد أو حسيتي من طرف واحد؟ كان من طرفين، ولكن أنا كنت أقوى في الحب والمشاعر عندي أكتر، فكانت هو المشاعر عنده أقل. فهو هنا يعتبر من طرف واحد. لكن جو بقى أنا أحبه وهو مش حاسس ومراوح، هو لا مش واخد باله، ما بعملش الخطوة دي أبداً. وبنصح كل ست، اوعي تعملي الخطوة دي، ما تقلليش من نفسك. في مليون واحد يتمنى يحبك، في مليون واحد يتمنى رضاكي، ما تحبيش من طرف واحد. وما تنتصريش للفكرة دي، تقولي أنا هحاول ألفت نظره، هحاول أخليه يحبني. طالما ما فيش الشرارة متساوية من الطرفين، ما تخديش التجربة دي، هتخسري كتير جواها. وعايز اقول لك بقى ان اقوى حاجه بتكسر الست هو قلبها. طبعا طبعا. لا فلوس بقى ولا مناصب، هو بوصلتها. قلب الست بوصلتها. طبعا. ما تكسريش قلبك. قلب الست هو قوتها. قلبها ده هو اللي برافو عليك، بوصلتها. تقول اروح المشوار ده ولا لا؟ لو قلبها نقي وسليم هتعرف تتحرك ازاي. صحيح. قلبها لو مصاب ومعطوب ومجروح هتتخبط وهتخسر كتير. والراجل هو أول واحد مش هيرحمها. طبعا. والراجل يحب الست اللي قلبها قوي وعقلها قوي. طبعا. لو أنت بتبحثي عن الحب يعني. طبعا. هو في شيء من الأمان كمان الست بتمنحه للراجل، مش الراجل بس اللي بيمنح أمان. هو بياخد قوته من امرأة قوية. صحيح. زي أمه. فحافظي على قلبك. قلبك ده ذهب، ما تخسرهوش، صونيه. صحيح. إيه الأمنية اللي تمنيتيها وفات أوانها من غير ما تتحقق؟ إني أوصل للعالمية. لسه؟ فات الأوانها تتحقق. هيجيبوني إمتى؟ هيجيبوني إمتى؟ ما فاتش ولا حاجة. مين عارف؟ يمكن وأنت خارجة من هنا. فعلاً؟ مين عارف؟ يمكن الحلقة دي؟ يا ممكن الحلقة دي تفتكري؟ تترجم وتذاع؟ مين عارف؟ على فكرة وليه لأ برضه، يعني أنا شايفة برضو إن الواحد لما يبقى مكسر نفسه مكسر الدنيا محلياً، دي في حد ذاتها عالمية. فنجاحي ببلدك، نجاحي في مكانك، اعتبري دي عالمية. حقيقي حقيقي. وعندنا نجوم كده على فكرة. زي عمرو دياب. صح. أنا لازم أعمل معاكي حوار.
لازم اجيبك ضيفه في برنامج. يلا بينا. كلامك حلو. يلا بينا.